استاذ منير، كلمني عن دورك. بس كلمني عن انا نفسك. محتار معاك، انا بجد يا منير محتار معاك. اولا انت كوميديان ولا تراجيديان ولا ايه بالظبط؟ يعني انت شايف نفسك مال ايه اكتر لايه يعني؟ لا هو انا عندي مشكله ايه ان انا برنامج اديني عقلك ده عمل لي مشكله، مشكله لان كل المخرجين باصين على ان انا كوميديان وان انا في الحته دي. دي حته صعبه جدا. الاستاذ اسماعيل، يعني استاذ اسماعيل فاروق من الاسماء الكبيره العاليه اللي عامله مسلسلات ناجحه واللي انا كان نفسي اشتغل معاهم. السنه مش السنه دي، السنه اللي فاتت اللي قبليها كان بيعمل مسلسل وكان الكاستنج في مسرح النهار، وانا كنت عايز اروح اقابله لان كان نفسي اشتغل معاه، اسم كبير. بس للاسف لما انا رحت كان عندي ظروف، لان مع النقابه وشغل النقابه ما عرفتش اروح. بصراحة هو راجل نقابي رائع ومجامل، ما فيش عزا بروحه الا بليه هو اشرف زكي موجودين. طبعا فروحت قابلت الاستاذ اسماعيل بنحضر مسرحيه، وانا ما اعرفش الاستاذ اسماعيل على فكره، ما اعرفش شكله، يعني ما اعرفش شكله ولا اي حاجه، يعني انا اسمع الاسم بس. لقيت حد جميل جدا قال لو سمحت ممكن رقم تليفونك؟ قلت له اتفضل. وبعد ما مشي فبسال الاستاذ عزوز عادل كان جنبي، بقول له مين ده؟ قال لي ده الاستاذ اسماعيل فاروق. قلت له ده خد رقم تليفوني ليه؟ قال لي ما اعرفش. بعت لي لا 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 والله لا لا بعت لي في مسلسل من 5 حلقات مع الاستاذ سوسن بدر والاستاذ احمد فؤاد سليم دور واحد ابنه سايبه ومسافر وفي مصحه بيتعالجه، حاجه انسانيه جدا. لما بعتوا لي الدور ده قالوا لي اخرجوا الاستاذ اسماعيل فاروق. انا قريت الورق، انا عيطت وانا بقرا الورق اللي هو عم مونجي ده، انا دموعي نزلت. ليه؟ لان احيانا في بعض الاحيان انت في ظروف حياتك العاديه جدا بتمر بمساله ان انت يتم ليك اتهامات وتبقى انت مدان بجريمه وبعمل يؤدي الى ان انت تتحبس وتتسجن وانت ما عملتش اي حاجه. فاول لقاء بيني كان بيني وبين الاستاذ عوضي في السجن، راجل عجوز قاعد ومعانا ناس في السجن، وده شاب صغير وغلبان وشكله مظلوم ومش عايز ياكل ومش عايز الزياره وعمال يشرب سجاير. فانا بقول جيب سندوتش، بقول له الاكل، لان السجاير وعدم الاكل مش هو اللي هيطلعك من السجن. فبقول لي عمونجي انت ايه حكايتك؟ انت راجل غلبان. بقول له انا اتحبست علشان حبيت ان انا اجوز بنتي، فمضيت على وصولات امانه فحبسوني. فبيكلم حد يقول له ادفع وصولات الامانه لعم مونجي. انت اللي دفعت الفلوس. فهي حاله انسانيه، فبيخد من السجن. فانا باقي الحلقات بقى برد الجميل معاه، ان لقيت حد انسان طيب وحد جدع. وفعلا جمله ياما في الحبس مظاليم دي حقيقه. ايوه طبعا، ده ابن بلد وجدع واتسجن وطلع ياخد حقه، ولما اتضرب بالرصاص برضه قعد يقول هروح فين هروح فين؟ عند عم مونجي. فجالي، فانا طلعت الرصاصه من ايده بدات اعالجه. كنا بندور عليه. زي الرصاصه انا ما اعرفش في حاجات كده يعني.